الهدف إلى فوز لحد الآن بهدفين. مرور من عطال، عطال ماذا هناك؟ فرصة للمنتخب الجزائري، ماذا هناك؟ المطالبة المنتخب الجزائري عدل النتيجة، كنت أعتقد أنها كرة ميتة ولكن استرجعت من المنتخب الجزائري من منصف بقرار ومررها لياسين بنزي البديل، يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب الجزائري. لحسن حظنا الخضر عدلوا النتيجة في هذا التوقيت بهذا الشكل. شوف منصف بقرار أم محمد الأمين عمورة، طبعا محمد الأمين عمورة الكرة الأولى جاءت من أو منصف بقرار طبعا بسرعة ينطلق عمورة العرضية، أرضية ممتازة خطيرة جدا، ومنصف بقرار بالقدم اليسرى كادت أن تزور شباك منتخب بوليفيا للمرة الثالثة. فيسكارا يتدخل هذه المرة، فيسكارا يبعد صعود لاعب المنتخب الجزائري، هذه فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري، فرصة 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 فرصة، المطالبة بركلة جزاء، ركلة مرمى يقول الحكم عبد العزيز بو. في النهاية شوف مررها في العمق باتجاه منصف بقرار، اعتقد كان فيه، بينما كرة عطال البحث على الهدف الثالث، الثالث المخالفة تأتي، هذه فرصة فرصة كفر ماندي عن خطأه، كفر عيسى ماندي عن الهفوة الدفاعية التي كلفتنا هدف التعادل، ويسجل الهدف الثالث، هدف الفوز، هدف الانتصار. يا له من هدف ويا له من سيناريو بقدم عيسى ماندي، بهذا الشكل جاء الهدف.